غيبة يعني كانت في ديال هولندية في مدينة أمستردام، يعني واحد المدة تقريبا من 2007، يعني كنت كنحاول نزاول ما بين ديال الهولندية الإقامة ديالي وكذلك الأعمال الفنية في المغرب. في المراحل يعني السنوات يعني اللي السنوات الأخيرة في هولندا، فيعني شاركت مجموعة من الأعمال السينمائية كذلك كممثل في هولندا، اشتغلت كمخرج كنهضر إكسبريك نيدلانس دو سي سخين بروبليم سك إكسبريك يوك نيدلانس أو فنيد ناي أوكي خير بروبليم فات موزيك زيخ فتح معي موزيك براتي نيدلانس تال ولا في الأول خدت لي شوية الوقت، يعني اللغة الهولندية لغة صعبة شيئا ما، يعني لغه جديده ماشي لغه الفرنسيه وقريبا الانجليزيه ولا شي حاجه، فلغه شيء ما صعيبه، فكان يعني التوجه ديالي في الاول وانني يعني نتقن اللغه سيرتو لانه كفنان فالعمل ديالك كممثل هو اللغه، يعني كانت اللغه بالنسبه لي هي الهدف الرئيسي في الاول. من بعد يعني تفتحوا لي فرص كممثل في المسرح كذلك او في السينما الهولنديه او في الدراما يعني التلفزيون الهولنديه. من بعد كان التوجه لي هو المتوجه دراسي في الإخراج، والحمد لله يعني السنوات الأخيرة اللي خلاتني أنني نقاطع على الساحة الفنية المغربية، فكان يعني كمخرج خذ لي شيئا من الوقت ديالي في كتابة السيناريو وإخراج الفيلم، وكنحاول الآن أنني نخلق واحد التوأمة فنية ثقافية ما بين المجتمع الهولندي والمجتمع المغربي عن طريق الفن. فوالا زوجتي هولندية؟ من على هذا السؤال هذا تجوجتي بغات تجبد ليا المشاكل ف سؤال صعيب فحصري عليكم، يعني ما مطلق وعندي وليد هولندية، ولكن عندي يعني واحد العلاقة، يعني كنوجه تحية للأم ديال ولدي، ما عمرني ما كنسميها الطليقة ديالي، فعزيزة عليا بزاف، عندنا علاقة يعني مبنية على الاحترام على الحب، يعني كانت بيناتنا شي حاجه ما استطعناش اننا نكونوا يعني يعني كزوج وزوجه، كتربطنا دابا واحد الصداقه يعني جد جميله، والغالي في الامر انها كل سنه كتجي عند الاسره ديالي الوالدين ديالي هنايا، كل سنه مع الابن ديالي كتشوفهم، يلاه كانت ويلاه مشات، يعني يعني كان مازال يعني كنبغيها كام ديال ولدي وعزيزه عليا، غير ما استطعنا اننا نبقاو بعضياتنا، ولكن حاليا يعني حوالي تقريبا 8 سنوات دابا باش نطلقنا، ويعني والوقت ديالي يعني بزاف كرسوا المسار الفني ديالي في هولندا، وداك الشيء كيف كنقولوا قسمه ونصيب، يعني في واحد النهار مني كتكتب شي حاجه فوالا كتكتب. هذا اول خطره ما عمرني ما علنت على هذا الشيء، ما عرفتش كيفاش جاوبتك وصافي. المره الجايه غتقول لي غتزوج مغربيه؟ لا واحد المساله، شوف كتبقى المرأة المغربية يعني لا يعني المرأة اللي عندها واحد القيمة خاصة، يعني بصراحة يعني سافرت كثير، يعني ما خليت حتى دولة، ويعني بحكم العمل ديالي تعرفت على نساء ونساء، ولكن فعلا كتبقى المرأة المغربية ما كاينش بحالها، والمرأة العربية والمرأة المسلمة، يعني في واحد اللحظة أنه في المهجر ولا في أوروبا كتحن يعني في الخارج المنزل ديالك كتكون في واحد المجتمع اوروبي في واحد الثقافه اوروبيه، فمني كتبغي تدخل الاسره ديالك فكتبغي شويه داك الثقافه المغربيه، يعني نقدر نقول لك غير داك براد ديالتي كتولي عنده واحد القيمه كبيره، انك تدخل الدار وتلقى براد ديالتي سيرتو الا كانت عندك علاقه مع اجنبيه، فهاد الاشياء البسيطه يعني رمضان الحريره هادشي نتوما اللي كيبان لكم هنايا، لا انا بالنسبه لي ولات عنده واحد القيمه كسكسو نهار الجمعه. فيلم عائدون كان من إخراج محمد لطفي المخرج توفى الله يرحمه، اشتغلت معاه في جوج ديال الأعمال، في فيلم النور في قلبي كمنتج، وفي شريط عائدون من إخراج محمد لطفي الله يرحمه، فهذا كان واحد شريط، يعني كان أول إطلالة ليا ديال الجمهور، قبل كنت يعني كندير مجموعة من الوصلات إشهارية بديت الكاريير ديالي ومن بعد التكوين ديالي في ليزاداك، وهذاك الفيلم كنديرتو وأنا مازال طالب في المعهد العالي للفيلم المسرحي والتمثيل الثقافي، وهذاك الفيلم يعني بقى راسخ في الذاكرة ديال الجمهور المغربي، خصوصا أنه عالج واحد 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 القضية ديال واحد الأسرة اللي عايشة في فرنسا ودخلت المغرب، وواحد أونتر بارونتيز مغربي
وبحال كان تنبؤ انني واحد اللحظه انني انا غادي نهاجر لبلادي او السفر لبلاصه اخرى. فهذاك من بين كان اول ظهور لي في يعني كممثل في الدراما التلفزيون المغربيه. ومن بعد جاوا مجموعه من الاعمال، النور في قلبي، الابرياء، علاش ولدي، الكبش، زمان صفية. فقمت فعلا مجموعة من الأعمال الفنية، وكذلك ملي سافرت يعني كنت كنجي شاركت في مجموعة من الأعمال السينمائية، فيلم غيميس مع ميغيس مع جمال بن مجدوب بالريفية، واللي أنا ماشي ريفي يعني بزاف ديال الناس وسط البلاطو كانوا كيجيو كيضربوا معايا بالريفية، وكنت أنا الممثل الوحيد اللي ماشي ريفي، يعني كاع الممثلين كانوا ريفيين. ووثق فيا المخرج وعطوني دور يعني كبير ديال حمو، أحد المقاومين المقاومين ديال اللي كانوا مع عبد الكريم الخطابي الله يرحمه. وفوالا، وفيلم خربوشة كذلك سيدي أحمد مع 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 الزوغي. أول مشاركة ليا في التلفزة المغربية كانت مع ياسين أحجام فيلم عائدون اللي كان صديق ديال الأخ ديالي اللي جيت معاه من فرنسا. من بعد جاو مجموعة من الأعمال، شاركت معاه كذلك في مسلسل الأبرياء اللي كنا كذلك أصدقاء فيه، الدور ديال عبد الله، وهذا شاركت معاه كذلك في فيلم ديال النور في قلبي، شاركت معاه جو بونس في, 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 في أعمال أخرى. ياسين ربطني واحد صدقة معاه من أيام التكوين بالمعهد العالي في المسرحي والتشتت الثقافي، وكذلك الزوجة ديالو اللي كان وجلها تحية قدس جندو اللي كانت كذلك طالبة معنا، فكانت واحد الصدقة من 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 من, من دراسة. وسبحان الله العظيم ما تبدل فينا والو، يعني ديك يعني نقدر نقول لك يعني واحد الصدقة اللي نقدر نقول أكثر من صدقة، ولات أخوة. يعني دائما ملي كنجي للمغرب يعني كيجيب واحد الفرح أنه دائما هو اللي كيستقبلني في المطار، وضروري ما ندوز عنده للدار، وما ضروري ما نبات عنده في الدار، ونخرجوا ويشوفني وكذا، وعاد يعني كنجي. يعني ياسين كنوجه لي واحد التحيه، واحد شخص جد طيب، انسان راقي، انسان فنان، انسان متواضع. يعني بغيت نقول لي من هذا المنبر هذا، ياسين راك عزيز عليا بزاف، انت ماشي صاحبي، انت خويا.